السلام عليكم يا أصدقائي، أهلا بكم. اليوم سأأخذكم لرحلة إلى بيتي وشارعي. أسكن في محافظة الإسكندرية في جمهورية مصر العربية، وهي محافظة ساحلية على البحر الأبيض المتوسط. شارعي عريض مليء بالأشجار وهادئ. بيتي كبير ومكون من طابقين. الطابق الأول به ردهة كبيرة ومكان للجلوس في الهواء، أما الطابق العلوي به غرف النوم. تطل غرف النوم على الحديقة. دائما أركن سيارتي الحمراء أمام منزلي. المنزل مجهز بجراج أيضا، ويحيط بمنزلي سور أبيض، ويوجد أكثر من عمود للإنارة. حديقتي واسعة وبها زهور متنوعة. أنا سعيد ببيتي، فهو مكان راحتي.